الصين الحمد لله ماشي ماشي ما لكن في الاقصى على هذه المهم من هو المستفيد لاول والاخير هما انتم نساء اللي الحمد لله ربي معكم الكرم مزيان كيكتبوا كيتفرجوا حتى في التلفزيون كيسليوا بايات القران الكريم او شي بعيد ها هو دابا الناس دابا كيفاهموا زي من الاطور ولا اللي كادر وسياقه في المستوى الحمد لله وهذا الهدف ديالنا كل نهار اللي حنا سقنا السيت اللي درناه باش المرأة ماشي اللي تجي لهنا باش تتعلم بل بغينا نخرجوا ديك المرأة من البطالة البطالة لأن المرأة خاصها تتعلم باش تبدا إن شاء الله تمشي تحل حالك حرفيا تفسر باش تدي واحد الدخل مولد لهذا المرأة لأن هذا هو الهدف ديالنا يظهر لي ولكن كاين واحد الجزء منا اللي كنتمنى لكم المزيد من التوفيق وجزيل الشكر للاخوات اللي كيعطوا الواقع هو هذا المؤثرات وكنشكر الشكر الجزيل لاخ سي محمد اللي كيلعب واحد الدور والدور الجاي زعما الواقع هو هذا نشكره باسمكم انتم باسم اعضاء المجلس وجميع الاخوان اللي كيسيروا هذا المجلس نشكر سي محمد اللي كيلعب واحد الدور مهم جدا والله يوفقه وكيخدم بالمجان هذا اللي راه مهم جدا بلا كنسى الاخوات الموظفات ديال الجماعه المهديه اللي كتب حتى هو اللي حتى هو كيلعبوا واحد الدور مهم في محاربه الاميه الله يوفقهم الله يعاونهم السلام عليكم ان شاء الله كلمة فسأقولها في حق أعضاء جمعية أفق للمرأة والطفل جنود الفتاة الذين لا يكلون ولا يملون للعمل من أجل الرفع من مستوى المرأة داخل جماعتنا جماعة بني بلبروك إذا أوجه له تحية خاصة تحية شكر واعتزاز نشكرهم على المجهود الذي يقوموا به ونعتز بهم بأنهم يمثلون جماعة بني بويترو من بين الإنجاز الأول الذي أعتبره إنجاز لهذه الجمعية هو هذا الجمع الذي مكنه كنا أنتم النساء الاجتماع اليوم والاطلاع على منتوج كل واحدة منكم أنا شخصيا كنت أشهد بأن نساء الجماعة ديال البرور بإمكان ديالهم أنهم يوصلوا الدرجة ديال الإبداع وديال الإنتاج اللي في الحقيقة نحن في جماعة ديال البرور لا يمكن لنا إلا أن نعتز بكنا نهار عادي بسم الله في مغاري جماعة ديال البرور سجلت يعني منتجات منتجات مبدعات بتثبيت الموقع كنت اشطر مزيان اشطر مرار نشجعني مني نمشي لمطار الجماعه نغني ويكرون وزاد بقيت غدا ان شاء الله للتشجيع ونحن وهنا اشاره جمعيه الوفود للمراه والطفل في الواقع يقع بانه الثروه من الكنز اغاثه الجامع بن غفران هي طهرانس هي تيمهانس هي السكانس ولتاخذ لجنه الدليل اذا بغيتي تشم نهارها صوره منتوجه الكنز تواصل الكنز خداع الكنز تسمى اغاثه القرنس ملايا مال يوسف كتاز سفوس دوفوس ايمون جامع بن غفران بقياده السيد بن الحق جمعية أفق للمرأة والطفل اشترك في جديش ليس نموذج وجبود أن تدي النظاوها أي من تشيك نموذج على الصعيد الوطني نحطها بمنتقيات وسلسة أول ورقة بأنه الشيء زي جمعية غير تشارك في الجماعة الجنة الثانية بالإقليم كشرف دعم المتواصل دائم وأعطيك كما أرحب بالأخوات بالإخوة والأخوات الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني وسيدات المستشارات الجماعيات الحاضرات معنا وكذا بعض الأستاذات والموظفات الجماعة اللواتي أشرتنا على الحضور إلى افتتاح هذا المعرض.
هذا الدعم والتشجيع. فالسعي منها لتحقيق تنمية المرأة كانت جماعة بني بويفرور شباقة إلى توقيع شراكة مع مختلف الفاعلين لإحداث دار المرأة. جمعت بين الفائدة التعليمية وفضاء للطفل وكذا تعليم الخياطة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمرأة للدخل، وهذا ونشكركم على هذا الحضور ونتمنى لكم التوفيق في عملكم. إن حضرتك اختيار اليوم ما سحبه وإلا اختيار الله يخليكم. هذا معروف بعض الدارية دائم تجميش في دي السوق نيشة أمور هو تبسك الخارج سندرية تشنها كبير سيدي إيه ما كنوعة الحشوية نتيجة بارا وربك عزيز محمود وقاتل إخوانينو إذا دائما تشتشي والبدل إذا سيبوضة في الجامعة موضوع مش معاك ناس ناس حالك ملك حق معايا بس كيف يعني وخاصة العنصر لا رجال مش فاهم ماشي مشكل فتاة بيناتهم ولكن الرجال أنا كدين كعندهم أنت واحد نفسي يعني أنتم بس خبرت أنا معاك إن هناك بنات هناك نساء متزوجات ولهذا الله يخليكم الأخوات البنات العزاء الله يخليكم قوة ثقة باش هذا السمعة اللي عندنا تتقدم ان شاء الله. شكرا. السمعة شفت السمعة من جماعة. ما لا تكنيك يا حريق بمعنى حتى الجماعة نقطع فيها. صرادي العاون التشميدات ولا الانتاجات الابداعات قد يرنك سقار فانت قيل بدوني قليل اتصد معاني المغنية اتصد حرامي المغنية اصد كفاءات اصد مخزون يخزون طريش الشعل باش تتصلها. إذا كملت ماذا تفيد يعني الجماعة وفاش تحالوا الأمان لا بأس تفيد شحال يقدم بجانب الدار يعني يجي الشكل مسدود شجع أو يعني يجي دعوة يجي حاجة برافو على الخزوة مش على صعدة كل صلاة هي من حاجة الطاقة عشان الطاقة عشان كفاءات الجمعية يا المتنفس الوعي يكمل في قارئ بني بويفرور اللي بخلاله سواء متقرب سواء متقرب زيز سواء داخل السعر العادي لدار المغنية تحصل شخصيا بشكل مستمر والالتزام داخل دار المغنى أخذ بشكل مستمر ويومي مش متابعة يومي وهذا يدل على شيء اسمه استغانوا المزيد لأن السلام إنشاء مرشدة باحترام على دائما بالشرط الجمع بأنه عدد مشتمل في تزايد مستمر يمد نحو 100 إلى 150 مشتمل يمد الخياطة إلى 90 مشتمل إلى درجة أن تطلق الاستيعابية الخوف نفكر إن شاء الله لتبديل المشروع البشري الزيادة وثالثا أتسلم السيد الرئيس وتكون غتيري الميزاكشر وكل المستفيدات باش نشوفوا الجماعة فعلا الجمعية غاية الدرجة طبقة 13 شكرا للجميع. تمنى غادا كنت يعجب منايا شكرا فاطمة الزهراء على التسليم وفك الشوطين عتعبروا رانتا الصاهرين على تنظيم هذا الحفل ومشاركة الأستاذات والأساتذة اللي كيعملوا جاهدين على إنجاح وكانوا صاهرين وراء هذه الأعمال الفنية اللي شاهدناها منذ قليل. شكرا 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 لكم جميعا والسلام عليكم.